اتفضل. لو افتكرت اشوف انا عندي اشكال في حدود خير الدعاء يا خير الدعاء ده انا مع الوضع في انا سنده افتكرت ضعف، في سنده بعض الضعف. في سنة بعد نعم فما معنى القول الألباني ثابت بمدينة طوكيو؟ والله، يعني كل الطرق ضعيفة، ولكنه يقول لكثرتها أجنح إلى تصحيحها، لكن هو كل طرقه ضعيفة ونراها ضعيفة كما ضعف الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لكن هو بيقول إن هذه تقوي تلك، لكننا لا نوافق على هذا الرأي. السلام عليكم.